السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعاكم مستر تامر مصطفى وحلقة جديدة من درس من دروس الجرامر في اللغة الإنجليزية. درس يا جماعة يخص جميع المراحل، درس مهم وسهل، وإن شاء الله نحاول نبسطه مع بعض في الحلقة ديت إن شاء الله، ونغطي جميع النوتس بتاعنا. هنشتغل مع بعض النهاردة الكونديشنالز أو حالات افعل، والدرس ده مهم جدا يا جماعة، فانت لو مش فاضي أو مستعجل فمفيش داعي تتفرج علينا في الحلقة دي، لأن انت لازم تكون فاضي ومصفي ذهنك كويس، لأن الموضوع مهم مهم جدا، ولازم تبقى قاعد ومعاك ورقة وقلم وتسجل أي نوتس هتتقال، أو ممكن تعمل ريكورد للفيديو وتسجل الملاحظات اللي انت عايزها. النهارده هنشتغل على اف اللي هي اف الشرطيه، وادام قلت اف الشرطيه يبقى طبيعي ان انا هيبقى عندي شرط معين علشان يتحقق لي جواب الشرط. يعني انا لما بشترط عليك بقول لك لما بتعمل كذا هيحصل كذا. طيب معنى كده ان انا اف لازم اعرف معناها في البدايه، معناها اذا او لو، يبقى اف معناها اذا او لو. طيب بيجي وراها كام جمله يا جماعه؟ بيجي وراها جملتين. الجملة اللي بتيجي لاصقة في الرابط بتاعي اللي هو اف بسميها جملة الشرط، الجملة التانية بسميها جواب الشرط. طب ينفع يا مستر ان اف تيجي في نص الجملة؟ ينفع، بس انا لما اجي انقلها هنقلها بجملتها، يبقى هنقلها بفعل الشرط بتاعها او جملة الشرط بتاعتها، يبقى بالتالي هبدأ بجواب الشرط. طيب اف دي عندي ليها كام حالة؟ عندي ليها 4 conditions، أربع حالات اللي هو zero conditional اللي هي الحالة الصفرية، عندي ال first conditional، عندي second conditional، وعندي third conditional اللي هي الحالة التالتة. هنمسك مع بعض حالة حالة نشوف الرول بتاعتها إيه، القاعدة بتاعتها إيه، نشوف هي بتستخدم إمتى، أنا بجيبها إمتى عندي في الجملة. هنبدأ مع بعض ال zero conditional اللي هي الحالة الصفرية. طيب القاعدة بتاعتها إيه؟ قال لي القاعدة بتاعتها بلاقي فعل الشرط present simple مضارع بسيط، الجملة التانية مضارع بسيط، يبقى zero conditional أو الحالة الصفرية if مضارع بسيط، الجملة التانية مضارع بسيط. يبقى أنت لازم تكون مذاكر الأزمنة كويس وعارف التكوين بتاعها. ال present simple أو المضارع البسيط هتلاقي التكوين بتاعه أو الحلقة بتاعته موجود عندك في البلاي ليست. طب جميل أوي، انا بجيب امتى الحاله الصفريه او الزيرو كونديشنال ديت؟ قال لي بجيبها في حالتين، بجيبها لو الجمله اللي عندي بتعبر عن فاكت حقيقه او واقع، او بجيبها في حاله ثانيه لما بتعبر عن هابت اللي هي العاده الشخصيه. وفي الغالب في جواب الشرط هتلاقي جايب لك ظرف بيعبر عن التكرار. طب نمشي حاجه حاجه، انت قلت لي بستخدمها في الحقيقه والعاده او الواقع والعاده. انا لما اجي اقول لك مثلا if you boil water، لما بتغلي الميه it evaporates بتتبخر، يبقى طبيعي ان انا عندي دي حقيقه، حقيقه ثابته، واقع ثابت عندي. ولو انت خدت بالك قلت لك if you boil water لما بتغلي الميه، boil هنا عندك جت في present simple مضارع بسيط، الناحيه الثانيه it evaporates جت برضه مضارع بسيط. طب ينفع اجيبها في النص؟ ينفع، ممكن اجي اقول لك water evaporates if you boil it، عادي جدا ما فيهاش مشكله. طيب المثال بتاع الهابت او العاده، لما اجي اقول لك if I'm late for work، لما بكون متاخر على الشغل I take a taxi او I usually take a taxi، يبقى تاني if I'm late for work، لما بكون متاخر على الشغل I usually take a taxi. ونفس الكلام ممكن اقول لك I usually take a taxi if I'm late for work. جميل قوي، ادي المثالين بتوع الفاكت وبتاع الهابت. جميل، ممكن هنا في ملحوظه عندي تتقال ان انا ممكن اعوض عن if بwhen، يعني ممكن اشيل if احط when، اجي اقول لك when you boil water it evaporates، او when I'm late for work I usually take a taxi. يبقى ديت الزيرو كونديشنال او الحاله الصفريه. جميل قوي،
طيب نروح للحاله اللي بعدها اللي هي الفيرست كونديشنال او الحاله الاولى. طيب كلنا عارفين او المعلومه العامه او تخص الفيرست كونديشنال الحاله الاولى ان هي بتعبر عن الفيوتشر المستقبل. طيب احنا اتفقنا هعرف القاعده بتاعتها الاول ايه؟ ايه قاعده الفيرست كونديشنال او الحاله الاولى؟ قال لي اف بلاقي معاها مضارع بسيط، الجمله الثانيه هلاقي فاعل سبجكت بعديه ويل، يا اما بدل ويل الاقي كان او مي وبعديه انفينيتيف مصدر. يبقى اف مضارع بسيط، الجمله الثانيه فاعل، ويل يا كان يا مي مصدر. جميل قوي. بستخدمها امتى؟ احنا اتفقنا ان هي بتعبر عن الفيوتشر، وهديك مثال دلوقتي حالا، اصبر عليا. لما اجي اقول لك if you study hard، if you study hard you will succeed next year مثلا، لو انت بتذاكر كويس هتنجح السنه اللي جايه. لما اجي اقول لك if you get up early tomorrow، لو انت هتقوم بدري بكره you will catch the bus، هتلحق الاتوبيس. طيب هل يا ترى جواب الشرط في الحاله الاولى بيبقى يا ويل يا كان يا مي بس؟ قال لي لا، ممكن تلاقي اف مضارع بسيط، هتلاقي الناحيه الثانيه فعل امر، الجمله بدأ بفعل امر سواء مثبت او منفي، او ممكن طلب او ممكن نصيحه او الزام. طب ازاي مستر الكلام دوت؟ بص خليك معايا، انا لما اجي اقول لك اف يو ار فري بليز، من فضلك بوست ذيس ليتر، ابعت لي الجواب ده في البريد. ده طلب بدا بكلمه بليز، يبقى انا اول ما الاقي جواب الشرط في جمله طلبيه يبقى انا شغال على الحاله الاولى، يبقى انا عايز البريزنت سمبل او مضارع بسيط. طب ممكن اقولها لك حاجه ثانيه، اجي اقول لك if you are free post this letter، يبقى هنا فعل امر. ممكن اجي اقول لك don't post امر منفي. ممكن اجي اقول لك جمله ثانيه بتاعت النصيحة أو الإلزام. ممكن أجي أقول لك if you want to succeed، لو عايز تنجح you must study hard أو you should study hard. نقول تاني، نلخص تاني مع بعض الفيرست كونديشنال أو الحالة الأولى. قلنا القاعدة if مضارع بسيط، الجملة التانية بلاقي فاعل will أو can أو may والمصدر. طب إيه البدايل بتاع جواب الشرط؟ قلت لك ممكن تلاقي جواب الشرط فعل أمر مثبت او منفي، يعني الاقي الفعل في المصدر بادئ بالمصدر او دونت والمصدر. ممكن الاقي كلمه بليز يبقى جمله طلبيه. ممكن الاقي جمله نصيحه او الزام زي ما احنا قلنا. اقولهم لك تاني الخمس امثله او الاربعه دول ورا بعض. اول حاجه if you get up early tomorrow you will catch the bus، ده الاستخدام الاساسي بتاعي. ممكن اجي اقول لك if you see علي، لو انت شفت علي او لما تشوف علي tell him، قول له that I want him، ان انا عايزه. ممكن اجي اقول لك if you see علي don't tell him، ما تقولوش كذا. if you want to succeed you must او should study hard. طيب ادي الحاله الاولى. الحاله الثانيه اللي هي second conditional قاعدتها ايه؟ قال لي قاعدتها بلاقي اف جاي معاها فعل الشرط ماضي بسيط، الناحيه الثانيه هلاقي فاعل يا وود يا كود يا ماي وبعديهم المصدر. امتى بستخدم السكند كونديشنال او الحاله الثانيه؟ قال لي اول استخدام عندي في الادفايس النصيحه، لما اجي اقول لك if I were you I would study hard، لو انا كنت مكانك كنت ذاكرت كويس. ممكن اجي اقول لك if I were you I wouldn't play in the street، ما كنتش لعبت في الشارع. يبقى أول استخدام عندي للحالة الثانية إن الحالة كلها بتعبر عن النصيحة، والشكل الثابت بتاعها if I were you الناحية الثانية يا إما هتلاقي I would أو I wouldn't بعديهم المصدر. طيب الاستخدام الثاني، قال الحالة الثانية بتستخدم للتعبير عن شيء عكس الواقع في المضارع، استحالة في الوضع اللي أنا موجود فيه في المضارع، مش فاهم حاجة. أنا لما أجي أقول لك علي إز بور، علي فقير، هو الحقيقة بتاعته والواقع بتاعه إن هو فقير. سو هي كانت باي كار، هو مش عارف يشتري عربية، ده الواقع بتاعه في المضارع. لما أجي أدخل كلمة لو اللي هي إف على الجملة ما بشتغلش على نفس الزمن،
برجع بالزمن خطوه لورا، بجيب الاقدم درجه اللي هو مين؟ انا الواقع بتاعي مضارع بسيط، لما ادخل اف على الجمله يبقى هشتغل على ماضي بسيط، واف ماضي بسيط دي الحاله كام؟ الثانيه. الناحيه الثانيه هلاقي مين؟ فاعل ومصدر. يبقى انا هقوم قايل ايه لو انا دخلت اف؟ اقول لك اف علي weren't poor او were rich. طب هتقول لي وير جت معاه ازاي؟ بجيب وير عشان تعبر عن الاستحاله مع جميع الضمائر والاسماء. يبقى انا هقول اف علي weren't poor او اف علي were rich he could او would buy a car. دي الحاله الثانيه. طيب بالنسبه للحاله الثالثه اللي هي third conditional اللي بتعبر عن استحاله بس مش في المضارع، في الماضي. طب الماضي البسيط لما اجي ارجعه خطوه لورا او اجي ارجع بيه درجه لورا مين الاقدم منه؟ هيبقى ماضي تام. يبقى القاعده بتاعت الحاله الثالثه هلاقي اف ماضي تام، الجمله الثانيه فاعل وود هاف والتصريف الثالث. طيب اديني جمله حاجه اقول لك علي فيل. علي فيل، علي سقط ليه؟ because he didn't study hard. ده دي الجملة الأصلية ما فيهاش اف، يبقى علي سقط علشان ما ذاكرش كويس. يبقى أنا هقول لك إيه بقى لو أنا دخلت إيه؟ لو علي كان ذاكر كويس ما كانش سقط، كان نجح. يبقى أنا بفترض شيء مش موجود في الماضي، مش هشتغل على نفس الزمن، أرجع بالزمن خطوة لورا. فهقوم قايل if علي had studied hard he wouldn't have failed أو he would have succeeded. يبقى الخص اللي احنا قلناه تاني كده الاربع حالات، يبقى انا عندي فور كونديشنال اربع حالات، عندي الصفريه الاولى الثانيه الثالثه. الصفريه اعرف القاعده الاول اف مضارع بسيط، الجمله الثانيه مضارع بسيط، ممكن اشيل اف احط وين، تستخدم في حالتين للتعبير عن الفاكت والهابت الحقيقه والعاده. الحاله الاولى اف مضارع بسيط، الجمله الثانيه فاعل ويل او كان او مي مصدر، ممكن الاقي جواب الشرط بادئ بفعل امر مثبت او منفي او جاي جمله بتعبر عن النصيحه والالزام. الحاله الثانيه اللي هي اف ماضي بسيط، الجمله الثانيه فاعل ود او كود او مايت والمصدر، وليها استخدامين عندي، يا اما الحاله كلها بتعبر عن نصيحه الادفايس او بتعبر عن استحاله في المضارع فبرجع بالزمن خطوه لورا. الحاله الثالثه اللي هي الاخيره اف ماضي تام، الجمله الثانيه فاعل وود هاف والتصريف الثالث، وبتعبر عن استحاله في الماضي. ان شاء الله باذن الله هتلاقي لينك لمذكره اكسرسايز وشرح الدرس دوت موجود عندك في الديسكربشن تحت، ولو حد محتاج اي حاجه يكتب في الكومنتات اللي موجوده. ان شاء الله باذن الله في الحلقه اللي جايه هنبدا نشتغل على الالترنيتيفز او البدائل بتاعه اف اللي هي الاوميشن تايب. لو انا شلت اف ممكن احط مين البديل بتاعه او مين اللي بيساويه. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتدوس على الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. اتمنى ان احنا نكون بسطنا المعلومه مع بعض، واشوفكم ان شاء الله الحلقه اللي جايه. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.